وعلى فكره خبر الاسبوع هو واحد من حزم الفرح ايضا. نعم. انه مسؤول بنك التنميه الاجتماعيه يكشف عن تفاصيل تطوير قرض الزواج المقدم او تمويل الزواج المقدم في من بنك التنميه الاجتماعيه. شكرا لصحيفه عاجل انها اوردت هذا الخبر نقلا عن الحوار اللي دار مع الاستاذ مساعد الطعيمي المسؤول او عن تمويل الافراد في بنك التنميه الاجتماعيه، كان ضيفنا في يا هلا، نقل هذا الخبر بشكل جميل. خلونا نسمعه ونسمع تعليق عليه ونرجع نعلق فيها هلا بالعرفج بطريقة أحمد العرفج، خلوكم معنا. كشف مساعد الطعيمي المدير التنفيذي لتمويل الأفراد في بنك التنمية الاجتماعية عن أبرز التعديلات على قرض الزواج. وقال الطعيمي في تصريحات تلفزيونية ببرنامج يا هلا إن أبرز التعديلات في قرض الزواج هو رفع سقف التمويل إلى 72 ألف ريال، وأشار إلى أتمتة رحلة العميل وإتاحة التقديم على القرض عن طريق التطبيق الرسمي للبنك أو الموقع الإلكتروني بهدف التسهيل على العملاء. كان هذا جزء من الحوار اللي صار. الأستاذ عبد الله البرقاوي نائب رئيس تحرير صحيفة سبق أيضا شرح لنا مزيدا من هذه الآلية وفقا للمعلومات والبيانات المتوفرة. والأستاذ عبد الله يعني على كثر ما شكرناه له دين في أعناقنا، إن نشكره أكثر على كل حضوره الجميل معنا والتجاوب النبيل في يا هلا ويا هلا بالعرفج. خلونا نسمع هذا الفيديو التوضيحي ونرجع نعلق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير على الجميع. أسجل هذا الفيديو بشكل خاص لبرنامج يا هلا بالعرفج وأشكر الزملاء على إتاحة الفرصة للحديث عن منتج تمويل الزواج من بنك التنمية الاجتماعية والذي يعود إطلاقه مجددا خلال هذه الأيام بعد مروره بمرحلة تحسين وتطوير تم خلالها رفع سقف التمويل من 60 إلى 72 ألف ريال بهدف دعم المقبلين على الزواج. طبعا بإمكان أن تنطبق عليهم الشروط الحصول على هذا التمويل بكل سهولة من خلال تقديم طلب عبر موقع البنك أو التطبيق الرسمي الخاص ببنك التنمية الاجتماعية دون الحاجة إلى المراجعات. هناك شروط عامة من أبرزها لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة ولا يزيد عن 70 سنة، لا يزيد الدخل الشهري عن 14500 ريال، أن يكون الزواج للمرة الأولى ويستثنى من ذلك من توفيت زوجته الوحيدة، إضافة إلى وجود عقد نكاح رسمي وإضافة الزوجة في سجل الأسرة وغيرها من الشروط الموجودة في موقع البنك. يتميز منتج تمويل الزواج بعدم وجود رسوم إدارية، مدة سداد تصل إلى 4 سنوات، يتم السداد بشكل شهري، الإعفاء في حالة الوفاة لا سمح الله. أخيرا أرقام لابد أن نذكرها عن منتج تمويل الزواج من بنك التنمية الاجتماعية. هذا المنتج منذ إطلاقه ساهم في زواج 2,600,000 مواطن ومواطنة بقيمة 57 مليار، وفي هذا العام 2024 ساهم في زواج 36,000 شاب وشابة بقيمة مليار ريال. نشكر حكومتنا الرشيدة على هذه البرامج الداعمة ونسأل الله أن يبارك لجميع المتزوجين. شكرا للأستاذ عبد الله البرقاوي. واسمحوا لي قبل ما أسمع تعليق الدكتور أحمد العرفج أضيف معلومة أشوف أنها مهمة جدا وقالها الأستاذ مساعد الطعيمي في الحوار، أنه عمر البنك الآن تقريبا 53 سنة. قيمة التمويل الذي أعطاه للجوانب الاجتماعية وغيرها وريادة الأعمال والأسر المنتجة والزواج وغيرها وصلت إلى 160 مليار ريال، مبلغ عالي جدا يشكرون عليه، وبالتوفيق لكل جهودهم. والتعليق عندك دكتور. شوف يا ابو يحيى، اول شيء خلينا نبدا من البدايه، نشكر ابو مشاري. ابو مشاري الحقيقه صحفي ناجح زي ما قلت لك، رغم انه ما يعيش في الرياض لكن ما شاء الله عنده وسائل وعلاقات ومحبه وصلات تجعله يقتحم ما شاء الله الاشياء الجميله ويظهر لنا، ودائما متعاون رغم كثره اشغاله وسفريات لا طلب منه شيء يوافق. اثنين، أشكر أنا صحيفة عاجل وبعض الصحف اللي تستغل. اليوم كنت في حديث مع بعض المسؤولين تكلمت عن المحتوى اللي تقدمه روتانا. روتانا الحقيقة والله يا أبو يحيى شكرا لك أنت وبقية المذيعين اليوميين وكذا، تبذلون جهد محتوى كبير. يعني أنا لا يمكن أجي اليوم أي يوم في تويتر إلا أدخل ألاقي موضوع من يا هلا أو من كورة أو من الأستاذ المديفر أو يعني في صناعة قوية. الصحف المهمتها تلتقط هذه الأخبار وتنشرها، بالذات أخبار الفرح هذه. فأنا أشكر صحيفة عاجل وأنا تعمدت تبقي الخبر إنه هو من أخذ من فقرة يا هلا أو فقرة من فقرات برنامج يا هلا. هذا واحد. اثنين، أنا بالنسبة لي يا أبو يحيى الأرقام هذه متعود عليها في مملكتنا الحبيبة المعطاءة. حنا دائما في يا هلا بالعرفج نتحدث عن ما وراء الحدث. الآن الحكومة لما تحط هذا المبلغ الضخم ضخم، تتكلم الآن المستفيدين زي ما قال أخونا بمشاري 2,600,000، تصور 2,600,000 شاب زوجهم البنك 2,000,000، يعني تتكلم عن 10% من المجتمع مثلا، هذا أكثر من عدد سكان بعض دول الخليج.
لماذا الدولة تسوي كذا؟ لأن الأسرة هي وطن صغيرة تبغى تبني أسر. الوطن وشو؟ الوطن عبارة عن مليون أسرة، فأنت كل ما تدعم الأسرة أنت تؤسس الوطن وترسخ الوطن. أقدم مؤسسة اجتماعية، وهذا كتابي عن الزواج ذكرت فيه كل هذه الأشياء، أقدم مؤسسة اجتماعية عرفها التاريخ هي آدم وحواء، زواج. فهذه المؤسسة عريقة. الآن تعرف مثلا في الغرب في مبادئ خمسة سيئة من ضمنها هدم الأسرة. ردة فعل السعودية لم تكن استنكار وكلام فاضي وشتم ورد، لا، قالت لا، احنا نؤصل الموضوع وندعم من يتزوج، ندعم من يتزوج. الزواج هنا سوى استقرار. الزواج الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الولد مبخنة مجبنة مجهلة. الولد يخليك بخيل، يخليك تقدر الأمور، يخليك عاقل، يثبتك. حتى في مثل يقول زوجه يعقل لما نشوف واحد. اللي قصدي أنا في هالمهمة إن الدولة لما رفعت هالعقرض ودعمت هالموضوع هي ترمي إلى قيم بعيدة. الزواج عفة، الزواج أخلاق، الزواج استقرار، الزواج قيم، الزواج حفظ نسل، حفظ نسل. ترى هذه مهمة، هذه الأركان الخمسة هي اللي خلت الصندوق، هي اللي خلت القرض يرتفع وتسهيله بدون كفيل و و و وحطته بضوابط معقولة. مو معقول أنت كل يوم تتزوج إلا دعمك الزوجة الأولى إلا من توفيت زوجته، شروط معقولة ومقبولة. فأنا اللي همني بس عشان أوضحها إنه موضوع الكفيل موجود وتكلمنا فيه وناقشناه، ولكن في مسارات كثيرة لموضوع الكفالة وضحها الأستاذ مساعد الطعيمي تجعل الأمور أسهل إن شاء الله. بالضبط. والزواج كما ذكر القرآن مودة ورحمة. فأنت لما تفكر، أنا الرقم هذا جميل يعني، لكن ما وراء إيش؟ ليش أنت دعمت الزواج؟ للأسباب الخمسة اللي قلت لك، لأنه مؤسسة. كل بيت هو وطن صغير، والوطن هو عبارة عن أوطان صغيرة لأسر متعددة. جميل. وعلشان نكون منصفين دكتور، في حق بنك التنمية الاجتماعية ترى يعني دعمهم للأسرة ما وقف على قرض الزواج. نعم. في دعم الأسر المنتجة موجود، في جوانب تمويلية ومنتجات كثيرة جدا تهتم بالأسر بمناحي مختلفة، يعني سواء الزواج، سواء الأسر اللي ما عندهم دخل جيد. في أكثر من منتج موجود داخل البنك اللي جربها ويعرفها وبمبالغ جيدة وبطريقة تسهيلية ممتازة. وترى الأجمل من هذا كله أنه البنك جالس يقدم مساهمة مجتمعية كبيرة جدا. اليوم قرض الزواج أنا لما أعطيك 72,000 إذا كنت يعني ملاءتك المالية تتوافق أنك تأخذ الحد الأعلى، تراك بترجعها 72. نعم. يعني لا فوائد ولا حسابات ثانية ولا إثقال ولا شيء، وبمستوى قسط مريح، لأنه ما تتم الموافقة إلا إذا تناسب مع دخلك، مع دخلك وما تبقى من راتبك في حال المصاريف الثانية. فالاهتمام بهذه التفاصيل جيد. نقطة ثالثة من باب الإنصاف أيضا ذكرها الأستاذ مساعد في الحوار، أنه إيش الهدف من التطوير الدائم؟ أنه دائما تلمس الجودة الأعلى اللي ممكن تصير، وأنه في مراجعات دائمة للمنتجات الموجودة ومحاولة تطويرها باستمرار. يا سلام، فلهم كل الشكر والتحية والتقدير. والله يحفظ لنا هالوطن. آمين يا آمين. رب. فنرجع نكرر شكرنا للبنك التنمية، أمنياتنا لهم بالتوفيق في كل مشروعاتهم القادمة.